مرحبا طلاب الأعزاء، سوف يكون حرفنا لهذا الأسبوع هو حرف التاء. هكذا يكون شكل حرف التاء، سهل جدا كتابته، هو عبارة عن طبق وفوقه نقطتان. انظروا هنا إلى كتاب اللغة العربية، أريد منكم التحدث الآن عما تشاهده في هذه الصفحة. ماذا تشاهد؟ هنا نشاهد حرف التاء. هيا عزيزي الطالب، أريد منك أن تكون طالبا متأملا مفكرا وتبحث عن كلمات في هذه الصورة يوجد فيها حرف التاء، مثل كلمة توت. توت، هنا حرف التاء يوجد في أول الكلمة وفي آخر الكلمة. تفاح. تفاح. تمر. تمر. تين. تين. وأيضا انظروا إلى شكل حرف التاء الذي لونه بنفسجي، ماذا يوجد عليه؟ يوجد عليه تاج. تاج. هنا في ورقة العمل التالية عليك عزيزي الطالب أن تجرد حرف التاء. تمر، هنا التاء في أول الكلمة. زيتون، هنا التاء في وسط الكلمة. توت، هل رأيتم حرف التاء في أول الكلمة وفي آخر الكلمة؟ بيت، هنا حرف التاء في آخر الكلمة. هيا عزيزي الطالب لنقم بلفظ هذه الأحرف والمقاطع والكلمات. تا. تا، هنا مع المد الطويل. تو. تي. توت. تو. تي. بيت. هنا عليك أيضا أن تضع دائرة حول حرف التاء. في آخر النشاط عليك هنا أن تلصق بالصحن الصورة التي تسمع فيها حرف التاء. تمر، نعم يوجد فيها حرف التاء. خبز، خبز، هل يوجد فيها هذه الكلمة حرف التاء؟ كلا. توت، توت، نعم يوجد هنا حرف التاء. سوف نقوم بلصق صورة للتمر والتوت. في ورقة العمل هذه هنا عليك أن تبدأ بكتابة حرف التاء في أول الكلمة وفي وسط الكلمة وفي آخر الكلمة. هنا تمر، حرف التاء سوف تكون في أول الكلمة. زيتون، حرف التاء في وسط الكلمة. توت، هنا حرف التاء في أول الكلمة وفي آخر الكلمة. تفاح، حرف التاء هنا في أول الكلمة. تين، حرف التاء هنا أيضا في أول الكلمة. أريد منك أن تكون أيضا طالبا متعلما ومتأملا ومفكرا. هل تنتبه إلى هذه الصور جميعها؟ إنها تدل على الأكل الصحي، التمر والتوت والتفاح والتين، من الأكل الصحي الذي سوف نتكلم عنه في وحدة من نحن. في ورقة العمل هذه سوف نتحدث عن المقاطع مع المد الطويل. تاء مع حرف المد واو تصبح تو، تتكون منها كلمة تو. تو، هنا تو. تي، سوف نقوم بكتابة هذه الكلمات. هنا في ورقة العمل هذه عليك كتابة حرف التاء في أول الكلمة وفي آخر الكلمة، وكتابة مقاطع حرف التاء مع المد. تا، تو، تي. وهنا لأنك طالب مبدع ومميز سوف نقوم بعمل فني وهو قص هذا التاج، وسوف تقوم أنت بوضعه على رأسك لأنك طالب مبدع. هنا أيضا سوف نتحدث عن التاء المربوطة. انظروا جيدا إلى كلمة دمية. دمية،
التاء المربوطة في آخر الكلمة. سلة، التاء المربوطة أيضا في آخر الكلمة. كرة، هنا أيضا في آخر الكلمة. بقرة، التاء في آخر الكلمة. هنا سوف تضع دائرة حول حرف التاء المربوطة. هنا سوف تسمي أيضا هذه الصور وتضع دائرة حول الصور التي يوجد فيها حرف التاء. ساعة، سيارة، كرة، حقيبة. وأخيرا هنا سوف تقوم عزيزي الطالب بكتابة التاء المربوطة. إذن هذا كل ما لدينا عن حرف التاء. شكرا لكم وإلى اللقاء في حرف جديد. شكرا.